صح؟ طلع فيه شهر خلال فيه عم نزل دم من وشك كتير كتير خلاص مش ضروري تعرفي خلينا نروح لا 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 خلص احيا على البالكون هيدي فرصتنا لحقني خلصنا حيواني مين انتو؟ ما برا الموضوع بدنا اللي معك شو اطلع برا الموضوع؟ لك اطلع برا الموضوع يا برا بس ازاك تركني صفي حياة حياة تركو صفي حياة صفي واقف عندك جو حياة يعني شو خص أهلي بخطف حياة؟ وليه ملبكة؟ ماني ملبكة ولا شي، بس سيدنا هي أول مرة بفوت على مخفر. الله لا يلبك حدثت نورا. تعرفي هيدا الشخص؟ شو شايفك سكتتي؟ تعرفيه أو لا؟ هاي الصورة بخطف حياة؟ جاوبيني على السؤال ومن غير لف ودوران، مين هيدا؟ طيب، أنا رح أقلك مين هو. هيدا أحمد شكيب اللحام، قتلته مرته من 4 سنين بسوريا وهربت. مرته بتكون حضرتك، نورا مروان الخياط. عرفت مين خطف حياة؟ شو عم تحكي؟ مين؟ خي الديب خيك؟ شو خصو خيك؟ مين خبرك أصلاً؟ أنت مأكد؟ لك يا كرم يا كرم بعدين بحكي لك في أشياء كتير قال لي اشتري رقم جديد أنا بورطة كبيرة يا كرم ورطة شو؟ شو صاير معك؟ اسمع في شيء كثير بدي اقول لك يا انا متورط ورطه كبيره وقال لي جيب رقم جديد ايه ليك اسمعني اسمعني رح ابعث لك من رقم جديد على الواتساب خريطه وبعيك بعد شوي عم تفهم علي؟ طيب يلا ابعث لي ناطرك يلا يلا دغري مع السلامه شو سيدنا؟ شو؟
ما عنا حل غير روح معه للآخر. أهم شيء هلأ أنه نرجع سما وروح عرف منه شو هي هالوردة. أيمن خلي ركبوا لك جهاز تنصت وتعقب حتى نضل عارفين كل شيء عم بيصير معك. أمرك سيما. تبع حالك. ليك بالبول رح كون كتير كريم معك ورح أرجع دقنا وهالمرة رح تحكي معه كأنك مشتاق له. لأن إذا ما بتعمل هيك ما رح تكون مبسوط كليا. فهمت؟ فهمت؟ أيمن تريكو شو اسمك؟ بلبل. تعرف يا بلبل انك فاجأتني. هذا الشيء بدل انك رجال ومخلص، بس لسوء حظك انا مجبور خليك تحكي معه لاني لازم اعرف وين الرسمية. ما راح اعمل مثل ايمن واستعمل العنف. تعرف ليش؟ ما بتعرف ليه؟ انا راح اقول لك. لانه عندي ألف طريقه تانية خليك تحكي فيها وتنفذ كل الاوامر. شو يا حلوه شو؟ بدي فوت على التواليت، فكيني بليز. يا دل تواليت بليز. طلعنا بنحكي لغادة حيواني. هلا فرجيك شو بدي اعمل فيك. فرجيك شو رح اعمل فيك يا بنتي. حسك حسك توطي صوتك ولا كلمة. شو بدك؟ تعمل اللي عم اقول لك عليه. بدي اظهر منهم. ما فيك تظهر الحراس انت. لا ما تمسكي علي. دبري راسك واعملي اللي عم اقول لك عليه. فهمه؟ تركيها. تركيها وعلي ايديكي لفوق. موتي فرضك احسن ما يقتلها. راسه ورصاصه براسك وبراسها. فاتركيها وعلي لي زنودك بالهالي لشوف. انت الكلب. طلع كل شيء على الفاضي مثل فردي الفاضي. زدت سلاحك بالارض احسن ما قوصها. تتهوريش سما. زدت سلاحك بالارض احسن ما قوصها. يواش يواش تتهوريش. هرم زدت سلاحك. زدت سلاحك. ماشي. هي سلاحي شفتيه؟ الحجاب له حرمته. ما بصير يلبسوا الكذابين والمنافقين اللي مثلك. كان لازم تحترمي. ما كان لازم تنفذي عمليتك الوسخة ومهمتك الفاشلة وانت متخبي ورا. تشيت اللي شعر بدني بصراحة. حأبكي. لك مين عم يحكي؟ يلي مخبى ورا الدين بيصوم وبيصلي وبيفوت على الجوامع ليغطي على عملياته المشبوهه. لا مش بس هيك، بيعمل خير بوزع اعشاب من مال الحرام. بعدني لاخر لحظه عم بقنع حالي انك انت مش مثلهم، انك ما بتشتغل معهم. بس هلا تاكدت انك اوسخ منهم.
انت اللي اوسخ منهم كله. خير؟ صباح الخير بنت الخال. كيفك؟ شو ما بدك تشربينا قهوة؟ أطيب قهوة من إيدين وردة. الظاهر ما عامل حسابنا لكي خالصة القهوة. أنا فايتة أجيب دفتر الحسابات. إيه ماشي. الله يخليكي، لا تتأخري لأنه بدنا نلحق عرسه لبلبوة. يلا. كيفك؟ الحمد لله. منيحة؟ كتر خير الله. يلا. شو؟ يلا رح جبت لك فنجان قهوة. معك يا جماعة، لا تطولوا كثير، بدنا نلحق عرسه لبلبل. ها دورت بالمحل نكشت فوقاني تحتاني ما في شيء. تنصت هاي هي. مين هي؟ حياة. صار في كذا شغلة خلوني شك فيها، بعت بلبل على ديرة النفوس يتأكد من هويتها. حياة الحقيقية ميتة. شوفها. هاي حياة الحقيقية، البنت اللي عايشة معنا زورت كل شيء. حياة مش حياة. صباحو. سلام، ريحة طيبة كثير. ريحة البصل. إنه معقولة تضلي تطبخي لبكرة المساء حتى تخلص يعني؟ عم تنمر علي؟ فاجيني شطارتك، طبخ عني يلا. لا أنا ما خرجي أطبخ. هيا لحشت الهينة، هلا ربع ساعة بيخلص بعيط لك. يعطيكي العافية. بيك لي فترة حتى أعمل منك رجال توقف بظهري. أنت بتطلع سراء وكذاب. أنت بخصك فيي. أنا ابنه لأبو يزن مش ابنه لأبو ديب. إذا حدا بيطلع لديب هو أنت. هو اللي رفع السماء وبسط الأرض. لولا أمك ما أنا جاي من الحج وجاي بدها تشوف هالوش الحلو. لكن تعلمت عليك يا كلب. وأنت أكتر حدا بيعرف اني ما بترك حدا علم علي من دون ما علم علي. يا ندل، لا بتحترم لا ميت ولا عايش ولا يا كلب، عم تروح شادر ولا لا عم تتبلع علي؟ انا ما خسني، ما عم تتبلع عليك ولا اكسر راسك كمان. والله صوتك مني يا صوتك. لا يا ورا يا ورا. أصغر من إني أعلم عليك بشفرتي يا كلب. كلب لا. خلص اتركه اتركه، شو بدك فيه؟ روح سافر. كلب لا. تتعوى عن نسوان، عم تتعوى عن نسوان. لا أولاد، عم تتعوى عن نسوان. خلص اتركه. يا عفو الله. سلطان طب الاصاب يا جماعه اصاب. لك انا عاديت الدنيا كلها كرمالك، عاديت كل اهلي وناسي، حتى الحوت عاديته. انت شو عملتي؟
شو عملتي؟ شو عملتي؟ عملتي واجباتك؟ شو عملتي؟ حط حالك محلي، حط حالك محلي لتفهم شو عملت. حس اللي أنا عم حسه، لك أنا نايف؟ ممنوع أضعف، ما بقدر أضعف، ممنوع أخلي مشاعري تتحكم فيي. هيك تدربت وهيك تربيت، أنا مجبورة أنفذ المطلوب مني، مجبورة أحترم شغلي، ولا ما بستاهل الرتب يلي عكتافي. هيدا الملف 2020 عملت المستحيل لأستلم هالمهمة كرمال أخذ حقه لخيي. هيدا الهدف يلي خليني فوت على الحي وأتعرف عليك بهيك ظرف. ولو شو ما صار ما رح أتنازل عن هالهدف لحد ما سلمكن كلكن. لا تشوف الاتفاق، بدي اشوف النايب صنع هلا. خليني اشوف صنع. صافي، ما تضيع وقت. خليك لورا وعلى ايدك لفوق. حبك صافي يا بنت الكلب. ست سلاحك، ست سلاحك بالأرض، ست سلاحك بالأرض أحسن ما أوصها. تتهوريش سما، ست سلاحك بالأرض أحسن ما أوصها. يواش يواش تتهوريش هرم. ست سلاحك، ست سلاحك. ماشي، هي سلاحي شفتيه؟ على ايدك لفوق، على ايدك لفوق، تفوش الفرد باجرك، تفوش الفرد باجرك لعندي. خليك محلك، خليكم محلكم، ما حدا يتحرك من محله، ما حدا يتحرك من محله. افتح الباب. فكلوا ايديه بسرعة، فكلوا ايديه بسرعة. شباب كلوا ناس السلاح احسن ما يقتلوا. شو على ورا ناس السلاح، ناس السلاح يا ابني. شو على ورا ناس السلاح، ناس السلاح. ايديكم لفوق. شو بيك؟ شو فيه؟ شو بها جبران؟
ليك ولا لك سلطان. انا بعمل اللي بدي اياه بالحي وما حدا قال لي ما احسن بيتي. سمك والله ما سلطان حيروح بالبول. شو؟ سلطان حيروح بالبول. لك شو؟ يا هلا يا هلا يا اخوات انتوا شو بكون؟ عم بتحركش بنوره. شو؟ ولحق انت ايمت بتضبط رزالتك ايمت؟ لك ما عيب عليك؟ ما صار شيء. هذا الزمك تبعك هو كبر الموضوع. سد بوجعك. صافي. شيل ايدك وقلا. وقلا شو بتقتلني؟ بتقتل الشباب؟ لك ما عيب عليك عم تتزارع على المخلوقة؟ أرملة حرمة عايشة بيناتنا بدل ما تعاملها مثل أختك. شو يعني منتظر لحتى تأذيها؟ شو بدك؟ سلطان خليني وصلك على البيت. حل عني يا عيب الشوم عليك. بس يا عيب الشوم. شو الزلمة هذا؟ نورة أنت منيحة؟ منيحة ريس كتر خيرك. كيفك خطيبتي؟ منيحة خطيبتك. شو بدنا نعمل؟ اشتقنا لك. وأنا اشتقت لك. كيفكن؟ كنت رح أزعل كتير لما خلوني أشوفك. وحرام أمك كمان مشغول بالها عليك كم تطمنها. مشان السبب جيتي تطمني علي خطيبتي؟ لك ايه نسيت اعطيك هدول هلا بسقعوا. شو هدول؟ ساندويشات فلافل هيك غير شكل من هنهين. طوعنيش قلبي تاكل من اكل المخبر. اكله مش طيب. صحتين. شكرا حياة. على شو؟ انا لو شو ما عملت قليل عليك ما رح اقدر بيوم رد لك جميلك وكل شيء عملته معي. انا هلا عرفت ليش رب العالمين عم يحطك بطريقي. ايه نسيت اقول لك الضابط خبرني انه سلطان هو يلي تشك عليك. هلا بس ارجع على الحي رح اروح احكي معه ورح اجبره يتنازل عن الشكوى. اصحي. ليش بقى؟ هذا واحد واطي اياك تقربي له. طيب خلص مثل ما بدك مش رح اقول له شيء. هذا واحد كلب. لا والله كلب كثير عليه. هذا واحد جاردون. خلص ما تعصب ما تزعل مش رح اعمل شيء. ليكي ما بدي امي تدرى بشيء ابدا. ما بدي اياها تعرف اني انا بالمغفر وما بدي اياها تعرف ابدا شو صار. لا لا اعوذ بالله ما رح اقول لها شيء. طيب يلا بدكش تاكل؟ رح يسقعوا مش طيبين بس يدبلوا.